بيونغ يانغ تهدد بالنووي، واشنطن ترد تفضل الدبلوماسية ولا نسعى للمواجهة. غارات إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة بعد رشقات صاروخية من القطاع استهدفت مستوطنات حدودية. مجموعة قراصنة موالون لروسيا تنفذ هجمات إلكترونية على مستشفيات في الولايات المتحدة ودول أوروبية تدعم أوكرانيا. أهلا بكم إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية. حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي تحرك عسكري أمريكي في المنطقة، مشيرة إلى أن رد كوريا الشمالية قد يتضمن استخدام سلاح نووي. وأضافت بيونغ يانغ أن تصرفات واشنطن تجاوزت الخطوط الحمراء بشدة وستزيد التوتر في المنطقة بتدريباتها العسكرية. وحول إمكانية إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، قالت كوريا الشمالية إنها غير مهتمة بأي اتصالات مع واشنطن في ظل تصعيدها المستمر. وفي رده على الاتهامات الكورية الشمالية، قال البيت الأبيض إنه يرفض اتهامات بيونغ يانغ بأن التدريبات العسكرية المشتركة مع سول موجهة ضدها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها أي نوايا عدائية ضد كوريا الشمالية وتسعى إلى الدبلوماسية الجادة. كما شدد البيت الأبيض على تنفيذ قرارات مجلس الأمن للحد من برنامج الأسلحة الكورية الشمالية. أفاد مراسل العربية أن رشقات من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات حدودية مع القطاع، أعقبها إطلاق صافرات الإنذار في تلك المستوطنات. عقب ذلك شنت طائرات إسرائيلية غارات على أهداف داخل القطاع. من جديد إذا يبدو الغارات في مخيم البريج، إذن الآن الغارات في مخيم البريج الآن من جديد في مخيم البريج على مقربة، يعني الآن ألسنة الدخان. إذن الجيش الإسرائيلي قال في بيان له إن الغارات استهدفت موقع إنتاج وتخزين مواد خام كيميائية تستخدمها حركة حماس، بالإضافة إلى استهداف موقع آخر تستخدمه حماس لإنتاج وسائل قتالية. قال الجيش الإسرائيلي إن الغارات تعد بمثابة ضربة ملموسة لقدرات حماس في التسلح وبناء القوات العسكرية. وحمل البيان حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة مهددا بدفعها ثمن الخروقات الأمنية التي تستهدف إسرائيل. على الرغم من حصول المقدسي أكرم عميرة على ترخيص بناء من بلدية القدس التابعة لإسرائيل، إلا أنه فوجئ بإغلاق القوات الإسرائيلية مدخل بلدته وهدم منشأته دون سابق إنذار. انتهاك يأتي بعد إصدار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير قرارا بهدم 14 منزلا ومنشأة فلسطينية في القدس. احنا موجودين في هالبلد، موجودين وعايشين فيها، وين نروح؟ وين نروح؟ بدهم يطلعونا، وين بدنا نروح؟ انولدنا هان وعشنا هان وبنشتغل هان. دوافع انتقامية وعقاب جماعي لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الحقوق الأساسية للمدنيين، هكذا يصف الفلسطينيون إصدار تعليمات لهدم 14 منشأة ومنزلا للفلسطينيين، والتي تم تنفيذ 7 منها في حي الطور وسلوان وجبل المكبر ومناطق أخرى تعتبر حساسة واستراتيجية في القدس. معيش قرار، ما شكيتش عليك، أنا دارك فيها رخصة وبدي أهدها، زعرني بدي أهدها، خاوي بدي أهدها، أنا جاي مشكل في حكومة إسرائيل مافيا عليك. تتحجج السلطات الإسرائيلية بهدم منشآت لأنها بدون ترخيص،
لكن منشأة المقدسي أكرم عميرة تم هدمها على الرغم من حصوله على رخصة بناء من بلدية القدس التابعة لإسرائيل ودفعه رسوم الرخصة باهظة الثمن، إلا أن وزارة الداخلية أصدرت قراراً بهدمها. حسب القانون إحنا حملنا حالنا وروحنا حسب القانون وجبنا اللي هو الرخصة، هي الترخيص حسب القانون برضو ما ساعدش وأنا ماشي ولما بنيت حسب القانون أجوا فحصوني. لا يقتصر الهدم على منزل أو منشأة فقط، بل على أحياء كاملة مهددة بالهدم والإخلاء، مثل حي بطن الهوى في سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المهدد بالهدم لاستبداله بحدائق توراتية لصالح المستوطنين. هنا في قرية سور باهر في القدس تهدم القوات الإسرائيلية منشأة لفلسطين قيد الإنشاء بعد أوامر وزير الأمن القومي المتشدد إيتمر بن غفير بهدم 14 منزلاً للفلسطينيين في القدس، على الرغم من المحاولات العربية والأمريكية بالتهدئة. لنا كل غاصي من القدس العربية. أعلنت السلطات الأمنية الهولندية أن قراصنة إلكترونيين موالين لروسيا يقفون على الأرجح خلف هجوم سبراني استهدف مستشفيات في هولندا ودول أوروبية أخرى تدعم أوكرانيا. قال جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية الهولندي إن مستشفى UMCG في غرونينغن شمال هولندا تعطل موقعه الإلكتروني جراء هجوم سبراني، فيما أوضح المركز الهولندي الوطني للأمن السبراني أن أوامر الهجمات نفذتها على الأرجح مجموعة القرصنة الموالية لروسيا كلنات ضد بلدات أوروبية تدعم وبلدان أوروبية تدعم أوكرانيا. كما أعلنت مستشفيات في بريطانيا وألمانيا وبولندا والدول الإسكندنافية والولايات المتحدة أنها تعرضت لهجمات قرصنة إلكترونية مماثلة. ميدانيا سقط 3 قتلى في حصيلة أولية بمدينة كراماتورسك الأوكرانية إثر قصف صاروخي روسي على مبنى سكني في المدينة. وقالت السلطات المحلية إن صاروخا روسيا سقط على مبنى سكني في المدينة التي تقع شرق البلاد وتسبب بسقوط قتلى وجرحى وأضرار كبيرة في المبنى ومبان محيطة. أما في مدينة بخموت فقد تمكنت القوات الروسية من تطويق المدينة التي يجري فيها القتال الآن من أجل السيطرة عليها من 3 محاور، كما تعمل على طرد القوات الأوكرانية من مواقعها. وأكدت السلطات المحلية في جمهورية لوغانسك الشعبية أن القوات الروسية تحاول الآن التقدم إلى مدينة تشاسوفيار الخاضعة لسيطرة كييف والتي يتم منها قصف سوليدار وبخموت بشكل مكثف. القوات الروسية تعمل أيضا بشكل منهجي على قطع خطوط الإمداد والاتصال على القوات الأوكرانية في بخموت وحصرها في فكي كماشة، في حين تدور المعارك في ضواحي المدينة وتحديدا في تلك الأحياء التي سيطرت عليها الوحدات الأوكرانية مؤخرا وفق السلطات المحلية. قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أثناء زيارة سرية حيث توجد دبابات ليوبارد 2 التي تجهز للإرسال لأوكرانيا، قال إن علينا طلب إنتاج دبابات ليوبارد جديدة لتعويض تلك التي سترسلها ألمانيا لكييف. الحقيقة الحاسمة أنه يتعين علينا طلب دبابات جديدة ليس في غضون عام بل بأسرع وقت حتى يمكن بدء الإنتاج، ويمكننا التخطيط متى سيكون لدينا عدد دبابات ليوبارد الجديدة، من أين ستأتي الأموال؟ دعني أتحدث بصراحة عن هذا السؤال، بصراحة لا أهتم. الأمر نفسه ينطبق على إمدادات الذخيرة، إعادة الإمداد المستمر أمر مهم، وكذلك فيما يتعلق بمسألة مدافع هاوتزر والمركبة المدرعة الأخرى. مسيرتان بدولار واحد فقط، عرض أمريكي لأوكرانيا لمساعدتها على الدفاع عن نفسها.
في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة هجوم روسي جديد قبيل الربيع المقبل. مسيرتان بدولار واحد فقط، عرض أمريكي لأوكرانيا لمساعدة الأخيرة بالدفاع عن نفسها في الوقت الذي تستعد فيه لهجوم روسي متوقع قبيل الربيع المقبل. فوفقا لول ستريت الأمريكية، شركة جنرال أتوميكس الأمريكية التي تعتبر من أكبر الشركات للصناعات العسكرية في العالم، عرضت على وزارة الدفاع الأوكرانية بيع كل طائرتين من دون طيار من طراز MQ-9 ريبير مقابل دولار واحد. الصفقة ستتطلب من كييف انفاق حوالي 10 ملايين دولار لإعادة وشحن الطائرات إلى أوكرانيا، وحوالي 8 ملايين دولار إلى لكل عام لصيانة هذه الطائرات من دون طبعا طيار القديمة والتي لا يتم استخدامها حاليا في أوكرانيا. العرض يشمل أيضا محطة تحكم أرضية لتشغيل الطائرات من دون طيار في أي مكان على الأراضي الأوكرانية، وفقا لرسالة قالت الصحيفة الأمريكية إنها طلعت عليها. مسيرات هي ريبير، ليست مسلحة ولكن يمكن حملها في حقيبة على الظهر وتستخدم لتصطدم بالأهداف. يبلغ طول جناحي ريبير حوالي 66 قدما، ويمكن تسليحها كما يمكنها أيضا أن تطير لأكثر من 24 ساعة. البيت الأبيض الذي سيتعين عليه الموافقة على صفقة البيع رفض التعليق على الأمر حتى الآن. واشنطن كانت قد قدمت في العام الماضي أكثر من 700 طائرة من دون طيار أصغر إلى أوكرانيا، بما في ذلك طائرات من دون طيار تكتيكية من طراز سويتش بليد. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إرسال الدبابات والأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لن يحل الأزمة المندلعة هناك منذ فبراير. وأضاف أردوغان أن المحادثات مستمرة مع الرئيسين الروسي والأوكراني لتحقيق سلام دائم من خلال الحوار. وفي إطار الدعم العسكري لأوكرانيا، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن حكومة نتنياهو تجري مراجعة للسياسة الإسرائيلية تجاه الحرب في أوكرانيا. وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن المراجعة تتضمن إمكانية إمداد كييف بأنظمة دفاعية، وأوضحوا أن نتنياهو أمر بهذه المراجعة بعد وقت قصير من عودته للمنصب. ردا على ذلك، حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إسرائيل من تزويد أوكرانيا بالسلاح، وأكدت أن أي أسلحة يتم تزويد أوكرانيا بها ستكون أهدافا مشروعة للقوات الروسية. حول بيان الجانب الإسرائيلي بشأن تزويد أوكرانيا بالسلاح، نحن لا نقسم الدول وفق مبدأ جغرافي ما، نقول إن جميع الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة يجب أن تفهم أننا سنعتبر هذه الأسلحة أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة الروسية. تتابعون أيضاً في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. ليلة في حب طلال مداح، أكثر من 40 نجما عربيا لتكريم مسيرة امتدت 50 عاما. أهلا بكم من جديد. بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا التي تزور الرياض آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها. كما استعرض ولي العهد السعودي والوزير الفرنسي العلاقات الثنائية بين الرياض وباريس وسبل تعزيزها. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها أن إيران أدخلت تعديلات جوهرية على الربط بين مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في محطة فوردو دون إعلام الوكالة، مشيرة إلى أن فرق الوكالة اكتشفت خلال عملية تفتيش غير معلنة في المحطة
في 21 من يناير أن سلسلتي طرد مركزي من طراز AR-6 مترابطتان بشكل مختلف تماما عن طريقة التشغيل التي أعلنتها إيران للوكالة. من جانبه اعتبر المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي أن ما قامت به إيران يتعارض تماما مع التزاماتها الدولية ويقوض قدرة الوكالة على ضبط الضمانات لمحطة تخصيب الوقود وتنفيذ إجراءات وقائية فعالة. هذا واعتبرت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية لورانس بون أن النظام الإيراني يغرق في حالة من الإنكار ونظرية المؤامرة. وقالت الوزيرة الفرنسية أن العقوبات التي قال النظام الإيراني إنه فرضها على الأوروبيين تدل على أن نظامه يعاني من قصر النظر. أكدت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض شحنة أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى اليمن في 15 من يناير الماضي. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت عن عملية مشتركة مع البحرية الفرنسية لمصادرة الأسلحة الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية أشارت إلى مصادرة صواريخ موجهة ضد الدبابات كانت إيران تنقلها للحوثي ويبلغ عددها 23 صاروخاً. كما أكدت القيادة المركزية الأمريكية مصادرة 3000 بندقية إيرانية ونصف مليون طلقة كانت في طريقها للحوثي. وقالت الصحيفة إن العملية الفرنسية ضد الحوثي تأتي ضمن مخطط لاحتواء أنشطة إيران التخريبية. كما أكدت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض 4 عمليات تهريب أسلحة إيرانية خلال الشهرين الماضيين. شحنات الأسلحة المهربة تكاد لا تتوقف في اتجاه جماعة الحوثي في اليمن. مرة أخرى في خليج عمان البحرية الفرنسية تضبط زورقا يضم أكثر من 3000 بندقية، فضلا عن نصف مليون رصاصة وعشرين صاروخا مضادا للدبابات. العملية جاءت في وقت أصبحت باريس ولندن تلعبان دورا أكبر في عملية التصدي لتهريب الأسلحة في المنطقة بعد أن تصدرت واشنطن المهمة. المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي تيموثي هوكنز أكد أن الجيش الأمريكي ساعد في مصادرة الشحنة. وخلال شهرين تمكنت واشنطن وشركاؤها من منع وصول أكثر من 5000 قطعة سلاح ومليون وستمائة ألف طلقة ذخيرة إلى اليمن. البحرية الأمريكية كانت قد صادرت أكثر من 2000 بندقية من قارب في خليج عمان كانت متجهة إلى جماعة الحوثي، إضافة إلى مخدرات تبلغ قيمتها 33 مليون دولار من سفينة صيد في المياه الدولية في خليج عمان. الشحنات المهربة من الأسلحة إلى اليمن ليست وليدة اليوم. في ديسمبر الماضي أعلنت البحرية الأمريكية مصادرة 1400 بندقية من طراز AK-47 من على متن سفينة صيد شمالية بحر العرب كانت قادمة من إيران، كما صادرت أكثر من 1,100,000 طلقة من سفينة صيد تعمل بين إيران واليمن. فمنذ انقلاب ميليشيات الحوثي في اليمن أواخر عام 2014 كثفت إيران عمليات تهريب الأسلحة جواً وبراً وبحراً وعبر كل المنافذ. بلال البجديني، العربية. أعلن مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو عن قائمة المرشحين لجائزة نوبل للسلام لعام 2023، أبرزهم من نشطاء حقوق الإنسان، حيث تم ترشيح الناشطة الأفغانية في حقوق المرأة محبوبة سراج بشكل مشترك مع الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي للجائزة. في تظاهرة فنية سعودية خليجية عربية كبرى شارك أكثر من 40 فنانا وفنانة في تكريم الفنان السعودي الراحل طلال مداح على مسرح محمد عبدو أرينا في الرياض، وذلك ضمن ليلة صوت الأرض بمبادرة من رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ. مجدي يا جنب العنان مجدي
أكثر من 40 فناناً من 13 دولة عربية صعدوا على المسرح في ليلة واحدة تكريماً للفنان السعودي طلال مداح الذي رحل قبل أكثر من 22 عاماً، وبعد أكثر من نصف قرن من عطائه الفني لا يزال راسخاً في ذاكرة عشاقه في السعودية وعموم العالم العربي. عندنا أعمدة كثيرة في الفن السعودي، طلال مداح أحد الأعمدة المهمة في الفن السعودي. إذا جينا نؤرخ للفن، للغناء بالذات، والغناء جزء مهم من الفن يعني، فنؤرخ من عند طلال مداح. ليلة مرين عطرك السافر فضح ورد البساتين وكثر الكلام. ليلة صوت الأرض، الحدث الفني الأضخم عربياً وعالمياً، أقيمت في الرياض برعاية هيئة الترفيه السعودية بحضور الآلاف من الجماهير التي ما زالت تردد أغنيات الراحل حتى يومنا هذا ومن مختلف الأعمار. سلمت عليه قلت له ترقب من عبد المحسن الشيخ، فطار بي هو اتحادي، فكان يحسبني ولد عبد المحسن الشيخ الدائم الاتحاد، قلت له أنا غلبان، وقاعد يضحك وحضني. اسمحوا لي أغني أغنية بالعود، بهذا العود اللي احتفظت به 22 سنة، هو عود الأستاذ طلال. ماذا أقول وقد همت فيك حنيني. هذه الليلة جاءت بعد مبادرة رئيس الهيئة السعودية للترفيه تركي آل الشيخ، الذي قدم قبل أسابيع دعوة مفتوحة لكل نجوم السعودية والخليج والعالم العربي للمشاركة، وهو ما قوبل باستجابة أكبر عدد من الفنانين والفنانات سعودياً وخليجياً وعربياً. أنتم أبناء فنان عظيم، من حقكم أنكم ترفعون رأسكم في بلدكم اليوم في تكريم أبوكم. زمان الصمت يا عمر الحزن شكوى. شافوني مشغل طلال مداح، فكلني يطلع من عندي، ما حد يكلمني، يعني أكون في مركز ثاني. وترحل صرختي تذبل. ختام هذا تذكير بأبرز العناوين. بيونغ يانغ تهدد بالنووي وواشنطن ترد، نفضل الدبلوماسية ولا نسعى للمواجهة. غارات إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة بعد رشقات صاروخية من القطاع استهدفت مستوطنات حدودية. مجموعة قراصنة موالون لروسيا تنفذ هجمات إلكترونية على مستشفيات في الولايات المتحدة ودول أوروبية تدعم أوكرانيا. نهاية هذه النشرة، دائما المزيد على العربية .net. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.